دكتور محمد، برضو عايز اسالك نفس الحكايه. جيت اسوان، لحقت تشوف البلد؟ وهل جيت قبل كده اصلا ولا اول مره، اول زياره ليك؟ لا، هذه اول مره مره اجي لاسوان واجي لمصر اول مره تيجي مصر اصلا. اول مره اجي لمصر، تمام. وفقط عملت جولة بسيطة في أسوان في الشارع هنا، وعجبني الناس، طيبوبة شفت الناس. طيبين قد ايه؟ نعم، طب أنا قول لي. كنت مذهول لأنهم ناس في قمة الكرم وفي قمة الدعابة، وكل يعني يحبون أن يحتضنوا للواحد. يعني دايما الواحد لما بيروح بلد لأول مرة بيبقى عنده انطباعات، يعني بيبقى يعني بتبقى عندك انطباع عن البلد دي، قريت عنها، شفتها، خاصة احنا وطن عربي، يعني احنا حاجة واحدة. لكن اللي بتسمعه او بتشوفه غير، بتشوفه تلفزيون اقصد، غير لما بتيجي تشوف البلد دي على ارض الواقع. قولي انطباعاتك من ساعة ما جيت مصر. انا فضلت على القاهرة ولا جيت على هنا على طول؟ لا، انا جيت على القاهرة، ومن القاهرة لأسوان. تمام. انا الانطباع اللي كان عندي من خلال من المسلسلات والافلام ايوه. المصرية، انا بعرف ولا بحاول اتكلم حتى اللهجة، يعني قريب، بحاول اقرب اللهجة لانك لو المصرية. احنا فاهمين نعم، لما غير نعم، فاهمينك كويس جدا، لان لو تكلمت باللهجة المغربية المغربي مش مش هيفهم حتفهم اي حاجه. نعم. فانا تعرفت على من خلال الافلام ولا من خلال المسلسلات على مصر، وانا زي في حال انا في فيلم ولا في مسلسل مصري الان، لما اشوف مصريين يتحدثوا ولا يتكلموا، وشفت بان قريبه يعني الافلام والمسلسلات اللي كنت شفتها هي قريبه من الواقع، وشفت الناس يعني من خلال المسلسلات كيف يعيشون، كيف هي حياتهم، واعجبني من شفت هذا الشيء في الحقيقه.